كيف تقررت تجي تعيشي بلبنان؟ شوفت عينك الوضع عنا بالشام شلون صاير، قلت لحالي بيجي على لبنان بلكي بفتح شغل، والله شي بيطقق القلب. صار في كذا حدا جاي لهون عنا على الحي عم يفتح شغل، من يومين كمان اجا منجد اخذ المحل اللي حدنا. انس ابن خالتي. عن جد؟ ايه والله. ابن خالتك، ما كنت بعرف. ايه من وين بدك تعرفي؟ ايه مزبوط، كيف بدي اعرف؟ يعني هو يلي شجعك تجي لهون؟ يعني مو بالضبط، بس هو لما شافني مصرة على السفر كتير قال لي خلص تعالي على لبنان، تعرفي مشان ضل جنبه يعني يدير باله علي. ايه هيك بينتبه عليك. شكله بخاف عليك كتير. كتير بخاف علي. انا وانس صار عشرة عمر، ربيانين سوا من احنا وصغار، كتير قراب من بعض. حلو. ايه شو قررت تشتغلي هون؟ لقيتي شيء؟ لا يعني انا بالشام كنت اشتغل مديرة صالون حلاقة. يا ما شاء الله عليك، ما تكوني ناوية كمان تفتحي محل تضرب علي. لا لا ما تخافي ابدا، ما في هيك فكرة، انا مقص ما بعرف امسك. لكن شو كنت تشتغلي بالصالون؟ مديرة. مديرة؟ لا ما اول مرة بسمع فيها هاي، ما كنت بعرف انه بالصالونات في مدراء. بلا في، يعني بنسق مواعيد، فواتير، زباين، هيك قصص. انت عليك. ليش انت ما عندك حدا يدير لك صالون هون؟ توفيقة من بيتها بتديره فوق، من فوق طنجرة البامية. شوفي شوفي. ابدا سلامتك، عم قلها لمرام قديش انت محبة ومهضومة وكل الناس بتحبك. مختارة وبتحكي كتير. تصدقي زهرة عن جد الجاية لعندك على الصالون بتشيل الهم عن القلب. شو رأيك لك انت تجي تشتغلي عنا مديرة أديرة؟ يا ريت، بتمنى طبعا. لك عم بمزح معك، ما هو الصالون كله قد النتفة، داير حاله بحاله. طيب ليه ما بتكبري؟ والله يا ريت، بس ابن خالتك اخذ المحل اللي حدي، روحوا علي.